الطريقات تكون حاضرة، لكن لعبة خطيرة 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 خطيرة. التصويبة ما زالت، الفرصة ما زالت، واللعبة جول. الأول هدف أول للفهود، هدف أول للفهود. يا سلام يا سلام يا سلام على الفهود، يا سلام اللي تبدأ بأول الأهداف، اللي تضع نقطة التحول. أحمد علام 10 أهدافه في هذا الموسم. شوف الكرة اللي حضرت، اللعبة اللي تواجدت، اللقطة عن طريق سفيان، عدى سفيان، مر سفيان، عرضية سفيان، بعد ذلك جوناثان كوجيا، بعد ذلك أحمد علام يحطها بعيد. يحسب حكم المباراة سعودي العتبة لمصلحة نادي السد أكرم عفيف، أكرم عفيف لكسر الحاجز. هو عفيف، هو مخيف، يا لطيف على العفيف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الزعيم السداوي يعود من جديد، هذا النادي اللي يرفض الاستسلام في كل أوقاته وفي كل الصعوبات، يعود من جديد في نتيجة اللقاء. السد يعود مرة أخرى، أكرم عفيف من علامة الجزاء يعود بالزعيم السداوي.